الله نشاهد معكم عبر قناتكم كويت سبورت مباراة تليق بمستوى كرة السلة، هجمة أولى في المباراة من أحمد الدوشي للمطيري بدور. سلام سلام عليك حلوة من بدر المطيري وضايعة تعود لأحمد حمد عدنان. هجمة للكويت وخطأ على محمد الإسكناني. محمد عدنان حلوة يسجل، شوف المتابعة والتشجيع من الجمهور نادي الكويت الرياضي. صحات بتطلقها جماهير نادي الكويت. حلوة حمد لوشي، لوشي حاول يعطيها لشكناني، سدد لشكناني حلوة ومحمد لشكناني. الله يحاول وصل داخل الزون في سهولة، استقبل الكورة وحصلها بعد يعني تسديدة غير متقنة من عبد المحسن القطان. حمد عدنان يسجل بسهولة حلوة، دفاع مفتوح لنادي كاظمة. حتى الآن حديث رمضان يعني دفاع نادي كاظمة لازم يتابع الكرة بعد يعني التسديد. والشمري الشمري عبد الله الشمري افضل مسجل بثمان نقاط. 16 لبلوشي احمد، عبد الله توفيق حلوه لشكناني، حلوه حلوه لشكناني عملها بحركه فنيه. خمس نقاط وصل خمس دقائق ونص. عزيز ريحان حلوه سجل حلوه حلوه من عزيز ريحان. والله ثلاثيه حسين الخباز ويسجل اخيرا اخيرا حسين عزيز رمضان والكره لي عبد الله الشمري. شوف الدفاع المفتوح، عاد الدفاع دفاع 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 مفتوح. الشمري 13 هجمه لكاظمه، عزيز ريحان يعطيها لعبد الله بره حلوه. عبد الله حلوه 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 والله حلوه يا عبد الله ابراهيم، فيك جميل وحركه جميل. يقطعها عزيز ريحان وهجمه سريعه حلوه 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 حلوه. عزيز ريحان لاعب سريع وتميز نادي كاظمه بالفاست بريك وينتهي عزاوي. والبلوشي حلوه لعزيز ريحان، فيك جميل عزيز وسدد حلوه. عزيز ريحان اليوم ما شاء الله يا عزيز جاي وهجمه سريعه لنادي كاظمه. عزيز ريحان شوف عزيز وضايع ويكملها حلو حلوه. عبد الله ابراهيم خمس نقاط افضل افضل نادي كاظمه. حلوه 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 من الساحر احمد بلوشي الى عبد العزيز مبارك. افضل ثلاثيه من بعيد من راشد رباح الى الهدهود الى عبد الله الشمري. وحلو حلو عبد الله الشمري وهو ضايعه ضايعه. راشد رباح حلوه لعلي الهدهود، يسجل علي الهدهود بهدوء. ثلاث نقاط لعلي الهدهود صح حلوه. احمد بلوشي ياخذها عبد الله الشمري وحلوه حلوه 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 والله حلوه يا علي الهدهود. حاول اخترق حمد لراشد رياض ثلاثية ضايعة الهدهود ياخذها حلو حلوة يا علي الهدهود. سبع نقاط لاعب طويل واستقل الطول في المكان الصحيح وهذه فرحة الجماهير الكويتاوية. 31 30 لصالح نادي الكويت، تقدم مرة ثانية نادي الكويت. سجل نادي الكويت حتى الآن في خمس دقائق 38 ثانية 10 نقاط. نادي الكويت كاظمة مسجل 11 أفضل نادي كاظمة حتى الآن. نترككم مع اللقطات الجميلة مع مخرج المباراة حبيب الفيلي. عبد الله توفيق حرام عليك يا عبد الله، استخدم المربع يا عبد الله وما راح تضيع. راشد رياض الرباح بالخبره، راشد الرباح كاظمه. فيصل السالم بالخطا وهجمه سريعه لراشد رياض الرباح
وحلو حلو 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 يا راشد. رياض الرباح 7 نقاط، ثلاثية ضايعة 30-36. حمد لراشد الرباح، ثلاثية من البعيد، يا سلام. إذا أراد راشد الرياض الرباح أن يبدع فأبدع في هذه المباراة. 10 نقاط مسجل، 10 نقاط. ثانية حلوة من عزيز ليش كناني لمحمد الرجيبة، ثلاثية حلوة 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 من الرجيبة. طوعة لنادي الكويت، راشد رياض الرباح، حلوة راشد يسدد، حلوة يسجلها. 12 نقطة لراشد رياض الرباح. حمد عدنان، حلوة للهدهود، سجل هدهود يعني طوعة من اشكال ياخذها عبد الله ابراهيم، هجمة لعبد الله، حلوة يسجل، حلوة عبد الله ابراهيم، ياخذها الهدهود، وهجمة سريعة لراشد رياض الرباح اللي يتميز بالفاست بريك وعنده 14 نقطة. هذا هو راشد رياض الرباح كما تعلمنا ان القرار لحكم المباراة، ويرد علينا راشد رياض الرباح بثلاثية. راشد الرباح يحاول اختراق راشد، حمد عدنان، ثلاثية حلوة 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 من حمد عدنان. وشوف اللمبات والليتات الجميلة اللي تنير باللون الأبيض، لون العميد الكويتاوي نواف الظفيري. 56-40. عبد الله الشمري وياخذ فاول، هو عبد الله الشمري. الكره للشمري، ثلاثيه حلوه حلوه من عبد الله الشمري، يصعد في السكور الى 20 نقطه ويصبح افضل مسجل. ثلاثيه من حمد عدنان قصيره، ياخذها عبد الله الشمري وسجلها. حلو حلو، الشمري يقول انا راح اصير هداف نادي الكويت. 1 حلوه من عبد الله توفيق، يحاول ياخذها عبد الله وسجل، نقطتين سهلين لعبد الله توفيق، وهجمه سريعه لي حلوه مقطوعه من الناشئ راشد الرباح. يحاول، يا سلام يا سلام عليك يا راشد، رياض الرباح مسجل 20 نقطة، أفضل مسجل ما بعد عبد الله الشمري. حلوة راشد، راشد رياض الرباح لا تترك له كرة قدامه، لاعب لاعب نشيط، لاعب متميز، الدفاع قوي من راشد، والكرة للشكلاني، وحلوة حلوة من محمد الشكلاني. الظفيري عبد الله الشمري، حلوه للهدهود، وهذا اللعب الجميل الحلو السلس والسريع والهدهود يسجل النقطه. راشد الرباح لعلي الهدهود يسجلها، يسجلها بطريقه الحجله. شوف نواف مع فهد الظفيري، عزيز رمضان ويسجل، يسجل عزيز رمضان. البلوشي حلوه لبدر المطيري، حلوه حلوه يسجلها بدر المطيري لاعب عزيز الفضلي، حلوه تعود لعب عزيز يعطيها لنوا اللي هو فهد الظفيري. حلو فهد الظفيري ثلاثيه، ويوسع الجروح لنادي كاظمان 79-55. بلوشي سجل، سجل احمد بلوشي، 5 نقاط لاحمد الكويت. ادى وبعيده من فهد، يا سلام كبير يا فهد، كبير كبير يا فهد الظفيري في نواف، ولكن يقطعها بلوشي. احمد بلوشي سجل، سجل احمد بلوشي، نقطتين 7 نقاط. سدد بدر قصيره، تعود لبدر المطيري، يحاول يسددها مره ثانيه وسجلها حلوه. بدر المطيري الظفيري يعطيها لي
حلوة من بعيد من عبد العزيز الفضلي ضايعة نواف 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 يعني هذا الثلاثية في المباراة نواف في 15 ثانية والثواني الأخيرة وفرحة كويتاوية واسكندرية بدر بدر المطيري يسجلها بدر المطيري حلوة بدر يسجلها بدر المطيري 85-64 أصبح الواقع فوز نادي الكويت على نادي شاطئ البارد لنادي الكويت هذا الفوز وتصدر المجموعة في الجولة الرابعة وهذا لنادي الكاظمة ونتمنى فرحة هذه الجماهير أن تكون فرحة تديم أفراحنا على الكويت الحديثة شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم هذا اللقاء واتجاه لاعبي نادي الكويت لتحية هذه الجماهير الوفية التي أتت إلى منطقة الجهرة لتشجيع فريق نادي الكويت. شكرا لكم تحياتي معلقكم وليد محارب.